Can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome? Can you just stop while I think? I'm recording. Okay. There's a popular misunderstanding of evolution which says that fish turned into reptiles and reptiles turned into mammals, and so somehow we ought to be able to look around the world today and look at our ancestors. We ought to be able to see the intermediates between fish and reptiles, or between reptiles and mammals. We ought to be able to see fish kind of on the way to becoming reptiles. But of course, that's not the way it is at all. Fish are modern animals. They're just as modern as we are. They're descended from ancestors, which we're descended from. Way back 300 million years ago, there would have been an ancestor, which was the ancestor of modern fish and the ancestor of modern humans. And that ancestor, if you could have been there then, you could have seen the first steps towards a fish, say, coming out onto the land and becoming... something like an amphibian. But that was a long time ago. You wouldn't expect to see that today. And so quite a lot of the misunderstanding of evolution, I suppose, stems from the fact that people are looking at modern animals and thinking that Darwin has said we're descended from them. Well, we're not. We're not descended from modern fish. We're not descended from modern monkeys. We're not descended from modern apes. They are modern animals just as we are. They are our cousins. They're not our ancestors. نتأمل ونتعجب من الصناعة والتطور والبنيان، ريبوت معقد وتمثال شكله فنان، وكل هذا نتاج تفكير وعمل ليل مع نهار. أوصف لي من خلق التمثال، ستقول لي فنان، مصمم ذكي عظيم الشان. أوصف لي من خلق الإنسان، ستقول لي عبثا أو صدفة أو محض خيال. عبثا أو صدفة أو محض خيال. أخلق إذن كما خلقت الصدفة والأوهام. لو استطعت أن تخلق شيئا فلن نقول خلق عبثا، سنقول خلقه إنسان. لم نستطع أن نخلق كما خلقت الصدفة ولو حيوان، ولو استطعنا لقلنا خلق الشيء هذا إنسان. تأمل، تفكر بإمعان، لا تبتعد كثيرا. بأعقد آلة في الكون سنبدأ الآن. أنت، نعم أنت يا صاحب الروح والنفس والأحلام. تفكر في ذاتك، تملك دماغا متكامل الأركان، منظم لجميع أفعال وحركات الإنسان. 10 مليارات خلية عصبية، 1000 تريليون اتصال. حمضك النووي لتعرف شيئا عنه اقرأ مقال. 4 أحرف مرتبة على طوله بدقة بإتقان. شذوذ واحد يحدث مرضا أو اختلال. شبكية عينك بنية معقدة من الأسرار. 100 مليون مستقبل للضوء لتبصر الألوان. 9000 نتوء على سطح اللسان، تأكل وتذوق وتميز بها الطعام. ما الطاقة التي تشغل قلبك يا إنسان؟ من غير تعب ولا ملل، في كل آن، في كل يوم 7000 لتر تضخ من ذاك البنيان. وروحك التي بين جنبيك يعجز عنها الكلام. وكل هذا جزء صغير من إبداع الرحمن. الله خالق كل شيء واحد منان. وكأي صانع ترك لنا تعليمات للاستخدام، عليك أن تقرأها، هي الإسلام والقرآن. ترك فيها معجزات وبرهان، علمية تاريخية ولغة مع بيان، كالوصف الدقيق لأطوار الأجنة بالأرحام، وتحديد أخفض نقطة في الأرض، والسماء كانت دخان. وكل هذا ذكر قبل 1400 عام.
وصف الجبال أوتادا والبحران اللذان لا يختلطان، اقرأ مراجع العلم واقرأ القرآن، الانفجار العظيم وتوسع الكون وعودته كما كان، دوران الكواكب في أفلاكها وحديث التطاول في البنيان، أرض العرب كانت مروجا وأنهار، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجان اثنان. هذا هو الحق من عند خالق الأكوان، كفانا مهزلة ضياعا وتوهان، جملة واحدة ليست اثنتان، انظر تأمل آمن والتزم تعاليم الإسلام، بعد هذا لا داعي للكلام.